مساء الخير واهلا بكم في عالم من العالمين الحقيقه ان مهرجان العالمين بيواصل ابهارنا من خلال فعالياته الاستثنائيه في اكبر حدث ترفيهي في الشرق الاوسط. امبارح شهد المهرجان فعاليات رائعه ومتنوعه. كمان بتبدا فعاليات وزاره الثقافه اللي بتستضيفها الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه في النسخه الثانيه من مهرجان العالم علمين ده بدءا من اليوم وهتستمر لغايه 28 اغسطس القادم. الفعاليه الاستعراضيه الخاصه بوزاره الثقافه هتكون في تمام الساعه العاشره مساء من يوم الحد ليوم الأربع من كل أسبوع حرصت وزارة الثقافة السنادي على زيادة عدد العروض الفنية وأيام العرض هتتضمن أكثر من 100 فعالية متنوعة بتشمل باقة فنية مميزة بتجسد فنون مصر وتراثها الأصيل أشار وزير الثقافة إلى أن مهرجان العالمين أو العالم عالمين بيمثل فرصة رائعة لعرض ثراء الثقافة المصرية وتنوعها من خلال مختلف الفعاليات والأنشطة اللي بتقام على مدار ست اسابيع من ابرز الفعاليات دي في مهرجان العالمين 2024 هتكون حفل فني يوم الخميس من كل اسبوع لنخبه من الفنانين والفرق الفنيه وده هيكون في المسرح الروماني بالمدينه التراثيه كرنفال فني بيضم عروض السيرك القومي بالمنطقه الترفيهيه لمدينه العالمين واقامه جناح للحرف التراثيه من منتجات مركز الحرف التقليديه للمره الاولى بتشارك المكتبات المتنقله التابعه لمكتبه مصر عامه بورش فنيه وثقافيه للاطفال. عروض متميزه لمهرجان نبته للطفل واللي بيشهد مشاركه عدد من المواهب الصغيره. عروض استعراضيه بتعكس فنون مصر وتراثها الاصيل من خلال 17 فرقه تابعه لقصور الثقافه. فقرات فنيه متنوعه هتقدمها فرق النيل للموسيقى والغناء والانفوشي وفرقه التنوره التراثيه واوبرا عربي.